100 طلبة المتخرجين المتوجين بشهادة ليسونس تخصص لغات إنجليزية، ألمانية، فرنسية وإسبانية، نسبة كبيرة منهم وجدوا أنفسهم خارج قائمة المعنيين بإتمام شهادة الماستر رغم توفرهم على كامل الشروط. بالنسبة لطلبة اللغات بصفة عامة ما حبوش يدونا ماستر مالغري جامي دخلنا غاتخاباج، جامي عودنا لاني بصح ما داوناش. كي رحنا نطالبوا بحقنا الشرعي قال لك ما كاش المقاعد البيداغوجية، ما كاش الأساتذة، علاش ما يركروتيوش الأساتذة ويعطوا لنا حقنا في الماستر؟ صافي هكا ضربوا بقرار الرئيس على الحائط. بالنسبة اكزامبل برك بالنسبه لطلبه الانجليزيه لانغويستيك كاين 800 ايتوديون، داو منهم 100 ايتوديون وكاين داو بالمعرفه، علاش حنا ما يمدولناش حقنا القانوني؟ لي ايتوديون تاع لا فاك بوزريعه ونورمالمون عندنا لو دووا لو ماستر بور تو الموند، لو بريزيدون قال بلي الماستر بور تو الموند، وانا فيليير المون نقرا لونغ اترونجير المون طاو غير 60 ايتوديون سي تو، حنا عندنا لو دووا كاع باش عندنا لو دووا كاع باش ندو لو ماستر. طلبة توقف مشوارهم الدراسي يطالبون اليوم بإضافة مقاعد أخرى تسمح لهم بالمشاركة في الماستر، خصوصا بعد قرار رئيس الجمهورية بفتح المجال أمام كل الطلبة. حنايا انا متخرجين جدد، هذا العام جبنا لا ليسونس تاعنا، وكما قال رئيس تبون قال باللي كان ماستر للجميع، الماستر 100% للجميع بدون شروط. حنايا كي لحقنا لهنايا عندنا المؤهلات، عندنا المعدلات، عندنا كل حاجه، لكن ما قبلوناش. علاش؟ كاين طلاب بزاف، حنا رانا بزاف طلاب، يعني رانا بزاف في لي لونغ وما قبلوناش. رانا نطلبوا بحقنا الشرعي والقانوني اللي امر به رئيس تبون، يعني هذا الحق تاعنا في الماستر، قرينا تعبنا جبنا وزاد طلب به الرئيس. بعد عام طويل وعسير بسبب الجائحه وجد المئة من طلبه اللغه الاجنبيه نفسهم خارج قائمه الماستر، وهم عينه من الالاف الذين ينتظرون اكمال مشوارهم الدراسي، ما يدعو الوزاره التحرك للنظر في وضعيتهم.